أخذتنا لمكان تاني سونيا. صحيح هاني. حاليا رح نروح لجولة بالصحافة العربية والزميل محمد الجزار. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحكم هاني وسونيا، وصباح الخير لكل متابعي جولة الصباح. أطلعنا على عناوين صحفنا العربية اليوم، تفضل. مشاهدينا، بداية الجولة من أبرز عناوين صحيفة القدس العربي ونقرأ فيها: وفد حماس في مصر يعد بملاحقة المتطرفين داخل القطاع. النظام السوري يسيطر على تدمر بعد تكبد خسائر كبيرة. كيري موسكو ليست متزوجة من الأسد. انتحاري يقتل 65 شخصا خلال احتفال بعيد الفصح في باكستان. يمينيون بلجيكيون يتظاهرون، ورئيس بلدية بروكسل يصفهم بالأوغاد. عدد الضحايا المدنيين في سوريا هو الأدنى منذ 4 أعوام. شبكة الجزيرة تعلن استغنائها عن خدمات 500 موظف. الحوثيون يتبادلون الأسرى مع السعودية. تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها جنوب غربي الجزائر. وفي صحيفة الحياة يطرح الكاتب مرزوق الحلبي سؤالا ملحا بعد 5 سنوات من النزيف والتضحيات، وهو: لماذا لم تنتصر الثورة السورية؟ نتابع. لماذا لم تنتصر الثورة السورية بعد 5 سنوات من النزيف والتضحيات؟ سؤال ملح على الأقل في ضوء هول العنف الذي شهدته وعدد الضحايا وتدمير مدن بأكملها وتهجير ثلثي السكان إلى خارج الوطن أو إلى مناطق فيها. الثمن باهظ ولا تلوح في الأفق بارقة أمل رغم جولتي التفاوض في جنيف. سأكون مجازفا بعض الشيء وأدعي أن الثورة كانت ستنتصر في نهاية عامها الثالث لو أنه تم تزويد الثوار حتى في فصائلهم العلمانية المعتدلة فقط بمنظومتي سلاح متطورتين، الأولى مضادة للدروع والثانية مضادة للطائرات. لو أن فصائل من الثوار امتلكت هذين السلاحين كانت انتصرت ليس فقط على النظام بل على داعش. لكن ينبغي تأكيد أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة منع تسليح الثورة بهاتين المنظومتين في إطار مناورات الولايات المتحدة لضبط نار الثورة وتكريسها خدمة لمصالحها في المنطقة وخارجها. وأرجح أن الإدارة الأمريكية منعت حلفاء الثورة من العرب أن يفعلوا ذلك وضغطت عليهم كي لا يكون تدخلهم أبعد من التدخل الأمريكي. وننتقل إلى صحيفة المستقبل. بان كي مون في بغداد، المصالحة الوطنية في مواجهة داعش. رؤساء أركان التحالف الإسلامي يجتمعون اليوم في الرياض. العنصرية والتخوين يضربان داعش من الداخل. المفاعلات النووية البلجيكية تواجه خطر هجمات إلكترونية. وفي المستقبل أيضا، قوات الأسد تتقدم في تدمر وسط قصف مكثف. مصر، مقتل 5 جنود بانفجار لغم أرضي. تقرير فلسطيني إسرائيل ترسخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية. بروكسل تواصل حملتها لتفكيك شبكة الاعتداءات. الشرطة التركية تحذر من هجمات خلال عيد الفصح. وفي صحيفة الغد، يشير الكاتب أيمن الصفدي إلى مباحثات جنيف التي فشلت في إيجاد حل للأزمة السورية. نتابع. لم تنجح مباحثات جنيف في تقريب المواقف بين النظام السوري والمعارضة، لكن على طاولة المفاوضات بين موسكو وواشنطن، حيث التأثير الفعلي، يتم إحراز تقدم يمكن أن ينتهي وقفا لحمام الدم السوري وتمهيدا للتوصل إلى صيغة تبدأ وفقها رحلة إعادة بناء سوريا. لذلك ستستأنف مباحثات جنيف الشهر المقبل. الطريق ستكون طويلة وصعبة، لكن رغم مواقف الحد الأقصى التي تتبناها الأطراف، باتت معالم الحل الوحيد المتاح وفق موازين القوى واضحة. عملية انتقال سياسي متدرجة تقود إلى رحيل الأسد. فالحل العسكري ثمنه دم سوري غزير وأخطار أمنية في العالم كله. لن يتمكن الأسد من حكم سوريا مهما قتل ومهما تلقى من دعم روسي وإيراني. المسألة لم تعد ما إذا كان الأسد سيبقى رئيساً لسوريا أم لا، باتت القضية تتمحور الآن حول آلية رحيله وجدولها الزمني وطبيعة الترتيبات التي ستتخذ لضمان عدم استحالة سوريا فوضى أو ساحة انتقام محلية وإقليمية. ونقرأ في عناوين صحيفة الحياة: التحالف الإسلامي لخنق الإرهاب. المعارضة السورية تتهم نظام الأسد بالتواطؤ مع داعش. اعتداءات بروكسل تكشف ارتباط داعش بعالم الجريمة. بوتين يضم لؤلؤة البادية إلى سوريا المفيدة. معارك بين المعارضة وداعش قرب حلب. تدهور في قيمة الليرة السورية.
تركيا مرتاحة لعدم الإشارة إلى الفيدرالية في وثيقة ديمستورا. واشنطن تسعى لطمأنة المعارضة. البابا فرانسيس يندد برفض المهاجرين. ومن موقع أورينت نيوز نقرأ للكاتب باسل العوادات التي تحدث عن أحلام الشعب السوري خلال السنوات الخمس الماضية والتي لم تتحقق. نتابع. القسوة والعنف والبطش الذي تعرض له الشعب السوري خلال خمس سنوات، بل بالأصح خلال خمسة عقود، لم ينجح في قتل أحلامه وأمنياته وأماله، بل ظل يحلم بالحرية والكرامة ويأمل بغد أفضل وأكثر إنسانية. وكانت أحلامه وأمنياته بسيطة حينا ومتسامحة ومتفائلة أحيانا أخرى. خلال السنوات الخمس الأخيرة حلم السوريون أحلاماً مشروعة كثيرة رغم يقينهم بصعوبة تحقيقها، فتمنوا بداية أن يتجاوب النظام مع مطالبهم وأن يستيقظ ضمير جماعته وأن يرأف المجتمع الدولي بهم وأن تصحو معارضتهم وغيرها الكثير من الأحلام التي لم تتحقق. قبل شهرين اعتقد السوريون أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الحالة الأكثر جدية وقوة، وبدأوا يحلمون بمفاوضات يديرها رجال أقوياء أكفاء قادرون، والخشية أن تعلن الهيئة إفلاسها وتظهر تناقضاتها وتغرق بالأنانية والفردية والمؤامرات. عندها سيضيع على السوريين حلم آخر هم بأمس الحاجة إليه. ومن الصحافة السورية نقرأ في صحيفة عنب بلد: الجبهة الشامية تعفي مدير معبر باب السلامة بعد تدمر. قوة الأسد تتجه إلى القريتين. بوتين يهنئ الأسد باستعادة تدمر من تنظيم الدولة. الأبار ردمت والأشجار قطعت. أهالي رنكوس يعودون إلى مزارعهم. حكم سوري يتألق في دوري كرة السلة التركي. الأسد يرفض استئثار المسلمين برئاسة سوريا. ترامب: السعي لرحيل الأسد جنون وحماقة. وزارة صناعة النظام: 36,000 منشأة تعطلت في حلب. بشار الأسد يتصور سيلفي مع برلماني فرنسي. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا ممكن وصلنا لنهاية جولة الصحافة. برجع لسونيا وهاني واستكمال فقرات برنامج جولة الصحافة. شكرا لك زميلنا محمد جزار من غرفة أخبار راديو أورينت. شكرا كثير لك. كل الشكر.